طيب إذن حضرتك ونحن في بداية الأسبوع الثاني من شهر يونيو، حضرتك تتوقع بأنه في غضون 6 أشهر من الآن سعر الدولار الأمريكي الواحد سيساوي 15 ليرة تركية؟ التسجيل موجود يا دكتور علي بإذن الله. وأنا أبني هذا على أساس معطيات في داخل تركيا، معطيات سياسية، معطيات اقتصادية، معطيات عسكرية. أنت تعرف أن الرئيس التركي وتركيا اليوم رقم صعب على المستوى العالمي وليس على مستوى الشرق الأوسط العالمي. هو اتصل بالرئيس بوتين قبل يومين وقال له لابد من إجراء تحقيق شامل وموضوعي في انفجار سد كاخوفكا، نوفا كاخوفكا الأوكراني. والرئيس بوتين أكد له أن هذا السد قامت أوكرانيا بتفجيره بشكل همجي وفوضوي، ومع ذلك طالب الرئيس التركي بإجراء تحقيق. إذن الرئيس التركي اليوم وتركيا رقم صعب على مستوى العالم، وأنا متأكد أن الرئيس التركي أيضا أقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن يتصل بالرئيس التركي بالرئيس الروسي بوتين و طلب منه إجراء التحقيق. وأنت تعرف أن تركيا ما تزال هي الوسيط الحيادي الإيجابي بين أوكرانيا وروسيا لتصدير الحبوب إلى كل العالم. وأما الرقم الذي قاله الرئيس زيلينسكي أن 445 مليون شخص حول العالم سيجوعون بسبب انفجار هذا السد، كلام غير صحيح وغير واقعي. ولكن ثمة تساؤلات ضخمة وكبيرة حول من قام بتفجير سد نوفا كاخوفكا، وهي نفس الجهة التي فجرت أنابيب السيل الشمالي أو The Northern Gas Pipes الروسية.